استمع للكلام وفي الحكاية غاية وتعب وانسجام هذا وان الحكاية خلينا استمع للكلام وفي الحكاية غاية وتعب وانسجام ونشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان البحار عميقة فيها أعلى الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال إلى البحار العميقة إلى أعلى الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال في البداية وعبرة في الختام ورحلة في المكان ورحلة في الزمان البحار العميقة يا الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال يا البحار العميقة يا الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال كان يا مكان 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 وسيم الشيخ سالم. حاضر أستاذ. برافو عليك يا وسيم. جيد. ريم عطية. مرح خطيب. حاضر أستاذ. شو قد يا مرح؟ بدك تشدي حيلك، ما عجبتيني بالامتحان. صلاة. ريم عبد الله. حاضر أستاذ. برافو عليك يا ريم. بس بدي اياكي أحسن من هيك كمان. حاضر أستاذ. فارس عبد الله. حاضر استاذ. اخ شو بدي احكي يا فارس؟ خير ان شاء الله استاذ. شو خير؟ يا ريتك مثل اختك بس. ان شاء الله ريم احسن مني استاذ. بكتير احسن منك بكتير يا فارس. لانه بتعرف كتبي بستعين مجاميعي وملخصاتي. تاخذوا الاوراق بتفرجوهم لاولياء اموركم تخلوهم يوقعوا عليهم. حتى نتأكد أنهم على اطلاع بوضعكم الدراسي تمام. ريم تعالي أقول لك كلمة بس. ما بديت إلا أقول لك كلمة بس. ليش هيك طبعاً؟ هلأ أنا بدرس كتبك وبقرأ ملخصاتك. كل حكي هلأ صدقتي؟ بس المعلم صدق. اسمعي هلأ في شيء أهم. خير إن شاء الله. اليوم شو؟ الخميس. يعني بكرة الجمعة واللي بعده السبت. يا عيني لا فاهم شو جبت شي جديد حضرتك؟ الجديد ما رح نورجي ورقة الامتحانات لبابا عشان ما يوقعها إلا الجمعة عشية. وليش بقى؟ لأنه لو شاف ورقة اليوم بيبدأ موشح البهدلة من الليل الخميس لبكرة طول يوم الجمعة هيك حتى المساء وأنا بدي أختصرها. وأنا شو ذنبي؟ ليش تأخرتوا لهلا؟ كانوا عم يوزعوا علينا فكانوا عم يوزعونا على صفوف جديدة. عم يوزعوكم على صفوف جديدة ولا عم يوزعوا عليكم؟ عم يوزعونا. ليش انتوا بأول السنة ولا بآخرة؟ بنص ماما علينا شوية وزعفة. هاتي هاتي شوفات امتحانك بسرعة. ليش بقى؟ أنا ما رح أعطيها لحد اليوم. لا اليوم ولا بكرة.
بدك كاري تبهدل قدام بابا وماما وجده كمان. يلا خلصيني هاتي اياه. انا شو دخلني اذا كنت كسلان؟ كسس حبيبي اسمعني هلا. خوف شوفي ماما. ما في شيء بدك تقولي يعني؟ هات الورقة اللي بيديك ماما. يلا. شو هاد؟ وما في شيء ماما. وكانوا عم يوزعونا على الصفوف الجديدة، ما هيك يا فارس؟ أنا ما دخلني ماما هو. هلا هاد؟ هاد يلي طلع معك بالامتحان يا فارس؟ بابا شو ساوي؟ عملت كل جهدي. لا مو صحيح، أنا ما شفتك عم تدرس ابنوك. طب ضروري ممكن تقعد أنا وياك ندرس سوا؟ شفت شلون؟ كنت أدرس أنا وياها. ها لكن شلون علامة ريم جيدة وجنابك واطية وبنفس المادة؟ مع أنكم كنتوا عم تدرسوا سوا، ليش يا ترى؟ ها أنا بقلكم ليش. تفضل لو سمحت. حظ. شو ما سمعتوا بالحظ؟ لا سمعنا بس ما شفنا. وياما في كتير شغلات الناس بتسمع عنها بس ما بتشوفها. شو يعني أنا كذاب؟ بابا ما قلنا أنك كذاب، بس المسألة مسألة اجتهاد ومثابرة وتركيز، هي اسمها دراسة مو حظ. مو يا نصيب. لكن شلون بيقول الناس فلان حظه حلو وفلان ما له حظ؟ وبيقولوا كمان فلان حظه بيفلق الصخر. ها تسلم لي يا جدو، شو عندك حق انا وعادل؟ انا مالي حظ مع هالماده ولا مع المعلم بالذات. جدو فارس. نعم جدو. بقدر اسالك شلون انت درست هالماده؟ يعني قريتها بس ولا نقلت بعض دروسها المهمه وحفظتهم ولا شو جدو؟ كمان دراسه بدي شرح؟ فتحت الكتاب وقريت الماده من اول الكتاب لاخره ولا ايه من اوله لاخره؟ لا مو هيك بابا ريم. ليلي لكن شلون درس؟ يعني شلون بدي ادرس؟ احكي جدو ريم احكي. ذكري لفارس شلون كان عم يدرس؟ بجوز نسي. مسك الكتاب ما عم بحب المادة، انبديت من أول الكتاب ولا من آخره كله مثل بعضه. لا لازم تقرأ، مو ضروري تحب هالمادة لحتى تحفظها. عندي طريقة ممتازة، شوف. يا حظي. ها شفتي شلون؟ شو هادي اللي عملته؟ يا اخي صرعة بالحفظ، بنغمض وبنفتح الكتاب على الحظ وبنحفظ مزبوط وبتركيز. كان فتحة هيك وبجيب السؤال من الصفحة، شو رأيك؟ لا حبيبي انا هيك ما بدرس. ليش عم تضحكوا؟ هذا حظ عادي تطلعي معه. لكن هيك عم تدرس يا فارس. مشان هيك طلعت النتيجه مثل ما شفنا. ما اجى ولا سؤال من صفحتي فتحتها على الحظ. طبعا بابا ما رح يجي لانه يلي براسه عاقل بيعرف انه الامتحانات مو مساله حظ، مساله اجتهاد ودراسه وتركيز. تعرف جدو في عندي حكاية عن الحظ ومن خلالها يمكن تفهم شو المقصود بالحظ عن حق وحقيق. جدو قربي لهون. كان يا مكان بقديم الزمان لحتى كان نحكي ولا ننام؟ نحكي جدو. كان في أخين، واحد شخيل تعيب ما في شغلة بتعصالي، والتاني كان كسلان بلي ماله مروي يتحرك. ومرة من المرات
هيا يا مسعد، هيا يا سعفان، هيا انهضا ووحدا الله، فالشمس قد أشرقت وأبواب الرزق قد فتحت. صباح الخير يا أمي. لا إله إلا الله. صباح الخير يا ولدي، ووفقك وهداك. سأغسل وجهي ويدي، ريتما يستيقظ. هيا يا سعفان، هيا انهض. لما أنت كسول على الدوام؟ ألا ترى أخاك، ألا ترى أخاك كم هو نشيط؟ هذا دأبك يا أمه، دائما تعيرينني بأخي مسعف. مسعف نشيط، مسعف شغيل، وهو من خلف أباك بهمته وحبه للعمل. ما هذا؟ ألست أنا ابنك أيضا؟ كلاكما ولداي، ولكن الحقيقة ما أقول أنا. يا ولدي، كما أتمنى أن تشبه أخاك في أفعاله. لا أريد أن أشبه أحد، فهو مسعف وأنا سعفان. إذن العبرة بالنتائج كما يقولون. هيا هيا انهض واغسل وجهك ويديك قبل الطعام، انهض. لا أريد أن أفطر، فقط بضع لقيمات صغيرة. قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كل من طيبات ما رزقنا الله حتى تستطيع أن تقوم بعملك على أكمل وجه. أي عمل؟ لقد فرغ دكاني من المواد، وأحتاج لبعض المال لأملأه من جديد. هذا يعني أنك بعت البضاعة حتى فرغ الدكان؟ نعم، ولماذا أطالبكم بمال جديد إذن؟ من أجل أن... رويدك يا ولدي، أين ثمن البضاعة؟ إنك لم تعطني شيئا كما يفعل أخوك. لا أعرف أين ذهب المال، ولكني أعدك أن أتدبر أمر نفسي في المرة القادمة. لا تعرف ماذا يعني هذا؟ قد تبعثر المال من سوء حظي. نعم، فأنا سيء الحظ. ولكن مسعف أخوك. مسعف أخي محظوظ، بل إن حظه من السماء. لقد اقتسمنا دكان أبي مناصفة بما فيها من مواد بناء على طلبك، أليس كذلك؟ حصل، ولكن البيع تركز في دكانك. ولكني تركتك تختار القسم الذي يعجبك من الدكان بناء على رغبتك، وهذا ما حصل. نعم، ولكنه الحظ. ألم أقل لكم إن حظي نائم ومريض؟ والله أعلم أين يقع في هذه الأرض. ما هذا الكلام يا ولدي؟ إن الحظ كلمة يتغنى بها الضعفاء، هذا ما كان يقوله جدك أبي رحمه الله. سأتدبر أمر نفسي مع بعض الأصدقاء. لا بأس يا ولدي، لا بأس أن تساعد أخاك، ربما يوفق هذه المرة. حاضر حاضر يا أمه. اسمع يا مسعف. طبع أمرك يا أمي. أنا أسعى لكل منكما عن زوجة، فأرجو أن تضع هذا في حسبان، وأن لا تسمح لأحد أن يمس أخاك. أنت تعلمين يا أمه أن الإنسان يصنع سمعته لنفسه بأعماله. عن إذنك يا أمي، عن إذنك. الطحين هناك والسكر هنا. هاي هناك. نعم نعم نعم. السكر. شكرا لكما.
هل يمكن أن أعتمد عليك من الآن فصاعدا؟ ها؟ أتحسبني أجيرك إذا ما أقرضتني بعضا من موادك؟ ها؟ أبدا يا أخي، ليس هذا ما أقصد. ماذا تقصد بالاعتماد علي إذا؟ ها؟ أمك يا أخي، أريد أن أعتمد عليك بأن ترضي أمك بنتاج شغلك وعملك لا بكسلك، ثم إنها تبحث لك عن زوج، لذا عليك من نفسك، فهي أمي كما هي أمك، فلتعدل بيننا، ما المانع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين. أين هي غلتك يا سعفان؟ أي غلة؟ مبيعاتك من الدكان، أم لعل دكانك ما زال فارغا ولم ينجدك مسعف بعد؟ لا، لقد مدني مسعف ما يكفي من مواد. إذن ستحصي غلتك وفي الحال. لن يحصل شيء من هذا، فأنا لم أبع بقرش واحد اليوم. رغم وجود البضاعة؟ رغم وجود البضاعة، فقد كان الناس يتوجهون لدكان أخي مسعف لا غير. سأليه لو شئت، فما ذنبي أنا؟ إنه حظي العاثر. كل شيء بأمره، إنه موزع العقول والأرزاق. ولكنهم يقولون حظ أعطيني وبالبحر ارميني. يا ولدي، هذا كلام الاتكاليين والكسالة، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. صدق الله العظيم. ومع هذا فها أنا وأخي مسعف أخوة من أم واحدة وأب واحد، وقد اقتسمنا دكان أبي مناصفة، وما تحويه دكاني تحويه دكانه. رغم ذلك هو صاحب الأثرة بين الناس، فهم يقصدونه ولا يقصدونني. ماذا تريد أن تقول أيها الولد الكسول؟ حظ يا أمي، إنه الحظ، فحظه قوي ونشيط، وحظي نائم ومريض. ما رأيك لو نتبادل الدكان؟ لعل حظك يستيقظ في هذه الحال. حقا؟ إنها فكرة لا بأس بها. السلام عليك يا سعفان. وعليك السلام أيها الراعي الصالح، كيف حالك؟ وكيف حال غنمنا عندك؟ الحمد لله، أنا بخير والغنم كذلك بخير، يرعى الكلاء وخال من الأمراض. تفضل أقدم لك شيئا. تفضل يا راعينا الكريم. ماذا تريد أن تقول؟ أخي مسعف يبيع وأنا لا أحد يسألني شيئا. قل لي، أتؤمن بالحظ أيها الراعي الصالح؟ الحظ؟ أسمع شيئا مثل هذا الكلام أحيانا. تسمع ولا تؤمن، كما ترى الآن هناك بيع وعمل، وهنا ركود، رغم تشابه البضاعة والدكان وأخي وأنا. عليك أن تؤمن وبسرعة أن هناك حظ. كما تريد. السلام عليكم. وعليك السلام. أريد بعض الطحين والسكر. اذهب وخذ حاجتك من دكاني أخي. ماذا تفعل يا سعفان؟ ماذا تفعل؟ لما صرفت زبونك لدكان أخيك؟ ألا تملك الطحين والسكر؟ ألا ترى ما أبعد كيس الطحين؟
أما كيس السكر فهو لم يفتح بعد، وعلي أن أبذل بعض الجهد لفتحه وإعطاء الزبون طلبه. إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول حظي وحظ أخي. عليك بدكان يا أخي فهو أسرع. لم تسألني بعد ما تريد. أنا لا أسألك شيئا. ولما أنت هنا إذن بعيدا عن الغنم؟ أود السفر لأهلي لبعض الوقت، فجئت أعلمك وأخاك بذلك لتدرك الأمر، فتجدا راعيا ينوب عني أثناء غيابي. في هذه الحال عليك بأخي مسعد، فأنا لا أفقه شيئا في هذه الأمور. تريدني أن أرعى الغنم؟ يا سبحان الله في خلقه وملكه. أهلا أهلا براعي غنمنا الأمين، أراك بيننا، لعلك ترغب ببعض المواد. كنت أقول لأخيك سعفان أن تجدا راعيا ينوب عني أثناء سفري لأهلي. حسنا، ولكن ماذا قال لك أخي سعفان؟ أحال الأمر إليك وأولاني ظهره. لا بأس، اذهب إلى أهلك حيث شئت. ولكن كيف؟ ولا أراك أكلت أمرهم لأحد، والمال والحلال لا يرعاه إلا أهله. صدقت صدقت، سأتدبر الأمر خلال أيام قليلة. ولكني راحل اليوم، لا بل الآن. اتكل على الله ودع الأمر له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الغنم يسرح وحيدا دون ما راع يرعاه.
عشت أنا.